وتعالوا بقى نعمل الاختبار الاصعب، هنفر ازازه البيبسي الازاز دي وتعالوا نفرم كده بسم الله. الحمد لله عملنا الاستوديو الجديد الحلو ده علشان نعمل فيه احلى وصفات، وما كانش ينفع ما يكونش عندنا خلاط قوي جدا، علشان كده جبت خلاط رافال 1800 واط بيكسر التلج والازاز وبيعمل حاجات كده غريبه. هنجرب كل ده مع بعض دلوقتي ونشوف فعلا هو يستاهل ان احنا نشتريه ولا لا، وهينجز معانا شغل كتير ولا لا، لان عرفت ان المطحنه اللي موجوده معاه نص لتر، فدي ساعتها حلوه جدا ونقدر نطحن فيها توابل كتير مع بعض. يلا بينا نفتح كده ونشوف. بسم الله. واول حاجه معاه شهاده الضمان بثلاث سنين والكتالوج بتاعه. نطلع كده المهم، واو، نطلع كده شفشق الخلاط. ما شاء الله، شايفين غطا شفشق الخلاط يا جماعه وشكله الحلو؟ ما شاء الله شكله جميل جدا. كمان جايب الجلد ده علشان يساعد ان هو يتقفل باحكام، طبعا ضد الكسر، وخامته شكلها حلو قوي. تعالوا نفتح كده الدورق، شكله حلو جدا. طبعا الدورق كبير زي ما حضراتكم شايفين وبياخد لحد 2 لتر، فدي حاجة عظمة جدا جدا. شايفين السلاح من جوه شكله عامل ازاي؟ بيجي بست شفرات قوية جدا. كمان الترس اللي ورا ده معدن وباين عليه جدا ان هو قوي وبيستحمل. نسيب ده كده على جنب. نسيت اقول لكم ان الجزء اللي موجود في غطا شفشق الخلاط سهل الفك والتركيب زي ما انتم شايفين، ومصنوع من الباغة اللي ضد الكسر. طبعا الجزء ده بيتحط هنا وما بيوصلش للشفرات تحت. شكله فخم بجد، شكله تحفة. وتعالوا نشوف العلبة دي فيها ايه. نطلع بقى الجزء الخاص بالمطحنة. ما شاء الله شايفين شكله الحلو ده، بياخد لحد نص لتر يا جماعة، اكتر كمان من نص لتر. كل التروس من المعدن زي ما حضراتكم شايفين. والمطحنة دي بقى فيها مميزات كتير، اتفرجت على فيديوهات كتير ليها واتضح ان هي بتطحن اي حاجة بكل سهولة. ونيجي بقى للجزء المهم وهو الخلاط او جزء الماتور. نفتح كده اهو يا جماعة، واو، بسم الله، ما شاء الله تقيل. طبعا شركة رافيل انتاج مصري 100%. طبعا دي ارضية الماتور، لازم فعلا السلك يكون قوي كده. جميل جدا جدا. وده شكل ماتور الخلاط، واو، بجد تقفيل محترم جدا زي ما حضراتكم شايفين، وعجبني لونه جدا، وكمان عامل ماتشنج كده معايا ومع الاستوديو. يلا بينا، انا متشوق ان احنا نشغله كده ونجربه مع بعض. عايز اقول لكم حاجة كمان، ان هو مش هيشتغل غير لما نحط اي جزء من دول اهو كده يشتغل، انما كده لا. تعالوا بقى نختبر المطحنه النص لتر. نفتح كده. اخترت اصعب التوابل في الطحن وهو الكركم الحصى، والعطارين عارفين اللي انا بقوله. ده بيكون شكله يا جماعه. ننزل كده في المطحنه، هنزل كده باعواد القرفه السيجار دي، شويه كمان كده من ورق اللورة، على اربع حبات جوزة الطيب، ونقفل كده ونجرب ونشوف فعلا هيطحن ولا لا. نشغل كده على اهدى سرعه بسم الله. هوقفه بس ريحه شويه ونرجع نطحن تاني. واو، طحنهم تماما. شايفين بقى شكل التوابل بعد ما اتطحنت؟ ايه الجمال ده؟ مطحونين ناعم جدا. عارفين بقى خلطة الرز البسمات اللي بنشتريها من السوبر ماركت هي دي، تقدروا تعملوها في البيت بكل سهولة، ومع مطحنة رافال فعلا قوية بجد. نركب بقى كده شفشق الخلاط، والاختبار الصعب بقى للخلاط. معايا ثلاث منجيات ومش هشيل منهم البذر، هنفرمهم ببذرهم وهنشوف فعلا الخلاط هيقدر يفرمهم ولا لا. ننزل كده بالمانجا، ربنا يستر. وما انصحش اي حد ان هو يجربها، انا بجرب لكم بس علشان تعرفوا فعلا ان الخلاط ده قوي جدا. وهنزل معاهم كمان بشويه تلج، وهنزل بس بشويه ميه علشان نمشي الخلاط. حلو قوي. نقفل كده ونقول بسم الله ونفرم. ايه ده، انا مش مصدق نفسي، ده فرم المانجا. انا نسيت اسمها ايه. ده فرم المانجا ببذرها. اوه لا لا، الموضوع كبير. نصفي المانجا،
هنفرم كده المانجا بالبذر بتاعها بعد كده وهتطلع معانا مية مية. وده التفل اللي طلع من المانجا، حاجة عظمة بجد. وتعالوا بقى نعمل الاختبار الأصعب، هنفرم إزازة البيبسي الإزاز دي نحطها مقلوبة ونشوف هيقدر يفرمها ولا لأ. ما تجربوش الحاجات دي يا جماعة، أنا بجربها علشان أعرفكم إن فعلا شفشق الخلاط ضد الكسر. وتعالوا نفرم كده بسم الله. الإزازة راحت فين؟ تعالوا بقى نفض كده الإزاز بالراحة كده خالص. وده شكل الإزاز بعد ما اتفرم معانا، وده شفشق الخلاط بعد ما فضينا منه الإزاز وحطيت فيه شوية مية، اهو ما حصلوش أي حاجة خالص، يا دوب بس حصل فيه شوية خدوش كده بسيطة من الداخل. طبعا احنا مش هنفرم فيه إزاز، بس هو فعلا قوي ويستحمل وضد الكسر. لا بصراحة حلو جدا جدا. ولو عاوزين تعرفوا اكتر عن خلاط رافال هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في اول تعليق. للناس اللي حابه تشتري الخلاط منهم فعلا خلاط عملي جدا، سواء لو كنت عروسه وبتجهزي وعايزه تجيبي حاجه قويه تعيش معاكي سنين كتير، خصوصا فتره الضمان بتاعتهم كبيره وقطع غيار متوفره، وفعلا دي من افضل الشركات اللي بتقدم خدمه ما بعد البيع. في نهايه الفيديو حابب اشكركم لمشاهدتكم للفيديو ودعمكم لينا، وفي النهايه لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان نجرب منتجات كتير. تحياتي ليكم.